الكره الكانتارا تجو تجو حط الكره لارنولد. اذا عمل كلين شيت اليوم وما قبلش اهداف ستكون 10 لماخر. الليفر يسيطر، الليفر يخلق الفرص. الكانتارا هذا سيناريو حصل مره بين 2010 و2012 يكون في رحله الابداع. شوف الباص من الكانتارا بدا الجيتار ساديو يلعب تياغو ملا تياغو ليفربول اخر مع تياغو دارجا الكره البطل يقف السجل الثاني الان يسير المواجهه صلاح ورم تياغو ملا جيسك والكره هو برشا الكلام تلعب الكره بس الميدان في نادوم تياغو ليفربول الحالي مع يورجن كلوب على طريقه ممكن ورم تياغو الكانتارا طاح تتحط الكره يوصل الميدان تمشي كورة اليوم الدفاع وممكن الكانتارا تياغو يشوط وكانت ممكن يلعب الكورة تياغو الكانتارا ومن تياغو خمس دقائق لنهاية المباراة ورا من تياغو من جديد يلعب الكورة الفينالدوم فينالدوم الكانتارا استضافة لفريق أرسنال حط الكرة صلاح لعب له فيرمينو والراسية الهدف الأول عالمي يا ليفر عالمي قلت لك الليفر وش يطول 1-0 الترانجا البارحة صلاح واليوم ساديو ماني ومستعمراتك السابقة هي من رفعت راسك يا ليفربول 1 بلاش ولا منو السنغال مستعمرة فرنسية 1-0 ولا أروع شوف الكورة عن طريق أرنولد أرنولد فيرمينو خدمة كبيرة يعطي كورة مع صلاح خدمة أكبر يرجع فيرمينو ويسنتر يضرب الراس ويحط والكورة في الشباك 1-0 لليفربول البطل يمر من هنا هدف عالمي للترنجا العالمي لبالوندور فريت يضغط خلاص تشيلسي راح فيها راح فيها والثاني والهدف الثاني راح فيها كيفا راح فيها تشيلسي ضاع فيها فرانك لامبارد ثالث مواجهة مع يورجن كلوب والثالث هزيمة هذا معقد القدم وجدد يورجن كلوب مبكي الكبار والصغار اللي يتعلم واللي معلم هو عقدة لبيب غوارديولا أكثر واحد ربح بيب هو يورجن كلوب وفرانك لامبارد على عينك على عينك مازال كيدخل الموسم أول وموسم ثاني ثلاثة مرات ربحوا مرة واثنين وثلاثة اثنين بلاش خلاص احسب النقطة السادسة واسأل سؤالك معي بكم سيفوز ليفربول